بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ الدكتور الطيب النوراني بفيديو جديد من سلسلة نيو هيدوي أكاديميك سكيلز، ونحن ما زلنا مع ليفل 3 المستوى الثالث وفي الوحدة الثامنة، وده الفيديو الثاني من الوحدة الثانية، وإن شاء الله هنغطي فيه Language for Writing and Writing. أكون سعيد جدا جدا إذا كان حتى الآن ما اشتركت تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وأشكر جزيلا الذين اشتركوا معنا. الحمد لله العدد بلغ أكثر من 900، والمشاهدات لبعض الفيديوهات وصلت أكثر من 4500 مشاهدة، وده بيسعدني جدا جدا وبيحمسني إنه أستمر في القناة. فإذا كان استفدت من الفيديو اشترك معنا في القناة وادعمنا، وكمان أعمل إعجاب بالفيديو وشارك الفيديو مع الآخرين. نبدأ في الدرس، وإن شاء الله هيكون فيديو سريع وخفيف إن شاء الله. Language for Writing Expressing Contrast، اللي هو التباين أو المقابل. نشوف سهلة جدا جدا. Look at the sentences from the text on page 61. Underline the words of contrast. كلمات التي تعبر عن المقابل. Number one اللي هو هنا بنتكلم however، في بداية الجملة طبعا ما كتبها however there are advantages to holding the games. however لاحظين طوالي حيكون عندنا شنو however، الكلمة اللي حنخط حتى underline however. there are disadvantages although there are disadvantages to holding the Olympic Games. It is generally agreed that the host city gains overall in terms of improvements in facilities and infrastructure. Although كذلك although كذلك هي إيش من كلمات التباين. طيب read the rules match 1 to 4 with A to D to make complete sentences. Make a note of the punctuation used with each word or phrase of contrast. كمان نلاحظ للترقيم. In spite of the government estimating the total cost of the games to be $3.2 billion، احنا عايزين المقابل لها. المقابل لها لاحظوا هنا لدي. The actual cost was considerably higher. نخلينا ناخذ لون اخر ونوصل. اذا حنوصل مع دي. 40% of the population watched the final. ها بالرغم انه حوالي 40% من السكان شاهدوا المباراة. Nevertheless يلا لا هنا عندنا 2 حيكون معنا شنو. Even though it was televised in the middle of the night. بالرغم من انها شنو يا شباب انه كان منقولة بعد منتصف الليل. Despite the cold weather، لاحظ بالرغم من الجو البارد جدا والطقس البارد جدا. The crowds are enormous، كان في ازدحام شديد جدا جدا. The crowds were enormous، كبير يعني. طبعا هنا باقي لنا بي. The world champion had an injury for 2 months. Nevertheless she succeeded in breaking the world record. بالرغم من انها كانت معوقة عندها اصابة، لكن برضو كسرت اللي هو the world record اللي هو كان الرقم القياسي السابق. لاحظ دي كلها كلمات بنسميها contrast. لاحظ هنا nevertheless even هكذا in spite despite، الكلمات دي كلها لاحظوا لي ان عمل لنا لون مختلف. لاحظوا الكلمات دي in spite despite nevertheless even، طبعا بالإضافة ل however although وغيرها دي بنسميها اللي هي الكلمات بتاعة التباين. زي هنا however، لاحظ لكلمة however although nevertheless even though despite in spite of. طيب نشوف القواعد rules اللي هي للكونتراست التباين. Use words and phrases of contrast
For example, however, although, nevertheless, despite, to link surprising, contrasting, or unexpected information. اللي هي الحياة المدهشة أو المتباينة أو غير المتوقعة. Surprising مدهشة. Contrasting متباينة. Unexpected غير متوقعة. However, and nevertheless, introduce a second sentence which contrasts with the first. لاحظ بيجي في الجملة الثانية. Nevertheless و however. لاحظ هنا however ولاحظ هنا nevertheless. إذا بنبدأ بها الجملة الثانية المتباينة مع الجملة الأولى. لاحظ هنا عندنا full stop للجملة الأولى. The department announced that there would be exams twice a year. However, not everyone agreed with their decision. لاحظ دي الجملة الأولى وهنا شنو الناس ما متفقين مع قرار. The city put together an extremely good bid for the games اللي هو المناقصة. Nevertheless, they were unsuccessful. بعد كده بالرغم من ذلك ما فازوا بالمناقصة. لاحظوا هنا full stop ونعمل كوما بعد however أو nevertheless. البنكويشن مهم جدا جدا. قال لي خلي بالك للبنكويشن. طيب although and even though ذل بنبدأ بين الجملة الأولى. Introduce a clause which contrasts with the main clause. The main clause says something surprising or unexpected. Although, even though, jobs will be created, many of these are not permanent. إيش نبدأ بهم ولاحظوا الجملة بتكون عادية ونعمل كوما ونواصف الجملة الثانية. Despite and in spite of are similar in meaning to although. They are used with a noun or ing form of the verb. لاحظ هنا بنستخدم مع إيش مع العلم أو بنتهي ب ing أو الverb اللي بنتهي ب ing الفعل اللي بنتهي ب ing. In spite of earning اللي هو ده فعل منتهي ب ing earning money اكتساب المال through advertising the athletes claimed they were underpaid. Underpaid يعني دون أقل من أجرهم. Athletes اللي هم الرياضيين. Thousands of spectators المشاهدين attended the match despite the bad weather. Despite يعني بالرغم من. Note the use of punctuation in the sentences اللي هي لاحظ الترقيم. طيب link each pair of sentences using the words or phrases in brackets. طيب it cost a huge amount of money to fund the games. Many cities compete to hold them. هنا بتكلم إنها بتكلف مال كثير جدا اللي هي كيف نموي الألعاب الأولمبية بتكلف كثير. Although إذا نبدأ ب although it cost a huge amount of money to fund the games. Many طبعا هنا هنعمل كوما ونكتب many cities compete to hold them. طيب الجملة الثانية وطبعا كل الحلول بنلقاها في صندوق الوسط. The Olympic Organizing Committee لجنة المنظمة للأولمبياد raised a large amount of money to fund the games. Huge debts remained after the games despite debts اللي هي الخسارة. طيب إذا هنقول شنو despite the Olympic نبدأ بها despite the Olympic Organizing Committee raising a large amount of money to fund the games, huge debts نعمل كوما huge debts remained after the games. The majority of the population were in favor of hosting the event. There was opposition to the tax increases. Nevertheless, قلنا بتجي في الجملة الثانية. إذن هيكون شنو نكتب الجملة الأولى ونعمل full stop ونبدأ الجملة الثانية ب nevertheless ونضع عليها كوما. نضع عليها فاصلة. The majority of the population were in favor يعني بيأيدوا of hosting the event اللي هي الفعالية full stop. Nevertheless there was opposition to the tax increases. تمام. Number 4. The football club had raised considerable sums of money through advertising. It did not have sufficient funds to construct a new stadium. يعني قال النادي نادي الكرة القدم raise considerable sums of money through advertising من الإعلانات جمع مال كبير معتبر كميات من المال معتبرة.
لكن بالرغم من ذلك ما قادر يشيد الاستاديوم الاستاد بتاعه بتاع الكرة. In spite of طبعا احنا عارفين in spite of بنبدأ بيها in spite of of raising considerable sums of money through advertising the football club did not have sufficient funds to construct a new stadium. Number 5, the team had not played together for very long. They won the game. نبدأ اللي هي however هتكون في الجملة الثانية. The teams had not played together for very long. However, they won the game. آخر جملة اللي هي رقم 6. The event was broadcast. يعني نقلوه في الإذاعة أو في التلفزيون. On national television. 10% of the population were unaware it was taking place. Even though, إذن حنبدأ بي even though the event was broadcast on national TV, بالرغم إنه نقلوه في التلفزيون القومي, لكن 10% من السكان unaware, غير مهتمين إنه ولا عارفين إنه في أحداث أو بتاعة الأولمبياد. يعني ما مهتمين. كده انتهينا من language for writing وغطينا فيها contrasting. وخلوا بالكم معاي في however, although, nevertheless, even though, despite and in spite of. نمشي للwriting. A permanent site for the Olympics. بدل يكون الأولمبياد كل 4 سنوات ينظموها في مدينة, هنا في اقتراح انه تكون permanent. Permanent بمعنى شنو؟ بمعنى يثبتوها في مدينة واحدة. دارين نشوف هل الكلام ده في ناس متفقين معه وفي ناس غير متفقين معه. متفقين معه نقول for والعكس نقول against. You are going to write an essay مقال with the title Should the Olympics have a permanent home. المقال ده من 250 ل 300 كلمة. Plan your essay. يلا حاول تنظم الاسي بتاعك. تمام. اول شيء بنعمل شنو؟ اول خطوه برينستورم ايدياز اللي هي العصف الذهني. تمام. نمشي لشنو؟ للعصف الذهني اللي هي ده في الاستاد سكيلز رقم 2 يا شباب. كانت وين؟ في 4 في بيج 25. ميك نوتس. خلينا نعمل نوتس الحاجات الاساسيه اللي حنضمنها للمقال. Using a method of your choice, see study skills page 61. Develop the essay title into a thesis statement. Study skills page number 32. Select and organize your notes into arguments. Arguments الادعاءات أو for and against your thesis statement. عندك انت بعد كده عندك بعض الأدلة والجدل بيكون مع انه يكون في يعني محل او مكان ينظم فيه الاولمبياد كل 4 سنوات ثابت لا يتغير. وفي ناس بيقولوا لا اللي هو اجينس. اذا arguments for اللي هي الدعم للفكره, واجينس الارجومنتس اجينست اللي هي نجيب الادله والحجج اللي هي تكون عكس وما بتدعم انه ينظموا الاولمبياد في مدينه واحده ثابته لمدى الحياه. اذا arguments اللي هي الحجج. read the quotations. يعني طبعا هنا يا شباب ممكن عندنا هنا اجابه. طبعا الكتابه حتكتبوها انتم, لكن خلونا نقرا الكتابه ان نشوف ال statements. financial اللي هي ماليا. cost less money to have a permanent site. No expensive bidding process every 4 years. ده اللي هنا نتكلم عنه شنو يا شباب. ده نتكلم عن الايدياز. اول شيء نتكلم عن الفاينانشال ماليا. ماليا بتكون اقل تكلفه لانه ما كل 4 سنوات حنعمل مناقصه وتكلفنا وكده. تمام. طيب تاني ممكن تكون الفاسيليتيز اللي هي المنشآت والمواصلات وسائل النقل والسكن وغيره. can be constantly improved on. يعني في مكان واحد كل مرة ممكن نحسنها لأنه يعني كل المال حيكون. طيب برضو دي الحياة الكويسة. دي الـ arguments for
unfair pressure on the inhabitants of the place where the games are permanently held. إذا كان نظمناها في مدينة واحدة كله أربع سنوات بيكون في ضغط اللي هو unfair pressure on the inhabitants سكان المحليين. Unfair financial advantages to one city. Impossible to choose one city. دي الأشياء اللي هي arguments against the idea of organizing the Olympics in a permanent city or permanent place. تمام؟ Important to have games in different countries and continents so that a variety of places share prestige and significance. البرستيج اللي هي الفخامة والسيغنيفيكانس اللي هي التميز. طيب ما هي الستيتمنتس؟ السيسيس ستيتمنتس. ممكن نقول the Olympic Games are held every 4 years in a different host city. This essay will put forward arguments why the games should have a permanent site. إذن دي مقدمة أنت بتكتبها في الاسي بتاعك المقال اللي هتكتبه من 250 إلى 300 كلمة. The Olympic Games are held every 4 years in a different host city. طبعا معروف إنه كل 4 سنوات بتستضيف الأولمبياد مدينة مختلفة. This essay will explain why it is important that different countries should host the games each time. يعني هنا في المقال ده بنحاول نقدم الحجج والأدلة ونقنع الناس إنه من الأفضل إنه الأولمبياد تنظم كل 4 سنوات في مدينة مختلفة. طيب possible arguments for وagains. طبعا الarguments قلنا بتكون مع وضد. طيب إذا كان for cost less money to have permanent site, no expensive bidding process every 4 years, facilities can be constantly improved on. اللي هي دي الأشياء الكويسة الممكن نقول نظيمها في مكان واحد ما بتكلفنا في المناقصة والمنشآت والسكن وسائل النقل بتحسن باستمرار. الارجومنتس الحيج ضدها unfair pressure on the inhabitants of one city, unfair financial advantage for one city, impossible to choose one city, variety of places share significance and prestige. إذن المقال عندها statement اللي هي جمل مفتاحية thesis statement. بتلقى الكلام ده موجود في صندوق الوصف تحاول ترتبه وتكتب منه. طيب هنا number 2 read the quotations, select 2 or more which support your arguments in exercise. Quotations هذه الاقتباسات تمام اللي هي هنا مثلا تلقى هنا adopting a permanent site would avoid any international disagreements between countries طيب انت ممكن تاخدها او ده اسم المرجع او اسم الكاتب وكده. The vast majority of people question prefer the Olympics to be held in a different city every 4 years. Question اللي هي عملوا لهم استبيان بيحبزوا انه الالعاب الاولمبيه تكون كل 4 سنوات في مدينه مختلفه. The facilities at a permanent site could be reused every 4 years. Between games, they would serve as international training facilities. ده هنا معاه. إذا بنلقى بعض الكوتيشن الاقتباسات مع تنظيم الأولمبياد في مدينة واحدة أو وهنا تلقاها ضدها. Awarding the games permanently to Greece would recognize the historical origins. طبعا الأولمبياد بدأت في اليونان بيقولوا ده معاها طبعا بيقول إنه ممكن نخليها في اليونان وبيرجعها تاريخيا إنه بدينا الأصل بتاعها كان في اليونان. No city welcomes enormous disruption every 4 years. ده ضد قال يعني ما في مدينة بتقبل إنه يحصل لها إزعاج كله 4 سنوات. Deciding on a permanent home for the Olympics would end the expensive process of selecting a host city every 4 years. Deciding
on a permanent home for the Olympics would end. يعني هنا أحسن هو ده بيدعم إنها تكون في مكان ثابت. A permanent site would provide an international center for sport. اللي هو ده برضو معاها بيقول إنه ممكن إذا كان عملنا مكان ثابت للأولمبياد يكون هو مركز عالمي للرياضة. A permanent site would give unfair financial advantages to the host city. ده عكس ده ضدها ويقول إنه المدينة اللي هتستضيف هذه الألعاب هيكون عليها ضغط مالي كبير جدا. The games are a serial financial burden for any city. برضو ده ضدها من ناحية المالية. طيب هنا عندنا study skills process writing. كيف نكتب يا شباب؟ وخلوا انتبهوا معي عشان انتوا هتكتبوا انتوا يا شباب. Essay writing involves the following stages. دي مراحل كتابة المقال. أول شيء brainstorming and making notes. أول شيء العصف الذهني وتكتب النوتس، تكتب المعلومات الأساسية اللي حتضمنها في المقال. Developing a thesis statement، تكتب الجمل المفتاحية الأساسية المقال عن شنو، كذا إحنا كتبتها لكم في الإكسرسايز تلقاها موجودة. Selecting and organizing notes appropriately، بصورة منطقية logically systematically، إنك أنت تنظم المعلومات اللي أنت عايز تكتبها. تتكلم مثلاً عن الفاينانس، تتكلم على البيدينج، تتكلم على الفاسيليتيز، تتكلم على الديسربشن فور ذا سيتي أن إنهابيتنس، وتتكلم على الأرجيومنتس فور أن أرجيومنتس أجينست. رايتنج ذا أسي، تكتبها بعد كده مقدمة والأساسية والخاتمة. كيكينج ذا أسي اللي هي إيش يا شباب؟ اللي هي تعمل آخر شيء تتأكد إنه السبيلينج والبنكويشن والسنتز استراكشر والتركيب. طيب رايتنج ديسكيرسيف إيسي، ديسكيرسيف اللي هي استطراضي يعني طويل، ديسكيرسيف كيرسيف ديسكيرسيف جاي من ديسكشن يعني بتستطرد فيه. يوزن يور نوتس اند كوتيشنز رايت ذا انترودكتوري باراجراف سي ستادي سكيلز page 32. هتكتب أول شيء المقدمة. The body paragraphs اللي هي الفقرات الأساسية اللي نسميها صلب الموضوع. A concluding paragraph اللي هي الخاتمة. إذن رقم 3 هتكتب مقال. Check بعد كده شنو؟ بعد كده طبعا دي الخطوات. هنا من الكوتيشن هنستفيد منها. Check your essay for content المحتوى. يعني هنا الآن هتجي تعمل مراجعة للمقال من حيث المحتوى الكونتنت organization التنسيق and style اللي هي الكتابة الأحرف وشكلها و making sure you have credited any sources اللي هي تكتب المراجع اللي استعملها لازم تكتبها تنسيبها لأصحابها. mistakes in grammars الأخطاء في القواعد. punctuation اللي هي الترقيم. spelling الإملاء. and sentence structure تركيب الجمل. وبرضه هنا عندنا study skills في page 9 and page 11. write out the final corrected version of your essay. طبعا دي كلها عبارة عن مقال واحد. حاولوا اكتبوا المقال وانا كتبت لكم الافكار الاساسية، لكن تحاول تربطها وتحاول تكتبها في مقال من 250 ل 300 وتستفيد من كل المعلومات الواردة هنا. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا للمشاهدة، شكرا للاشتراك، وشكرا للمشاهدة، وشكرا للتعليقات. وإن شاء الله باقي لنا فيديو واحد في الوحدة الثامنة أحاول أنزل لكم في خلال اليومين القادمات إن شاء الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.